باسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. الأحد الثاني من الصوم الكبير اللي دايما بنسميه أحد التجربة، والتجربة هنا عبارة عن اختياراتنا الإنسانية، اختياراتنا في كل وقت من الأوقات. كل يوم في حياتك الأرضية تتعرض إلى مجموعة من الاختيارات اللي مفروض أنت بتقدمها، فيا إما بتختار حياة يا إما بتختار أرضيات، يا إما بتختار نفسك يا إما بتختار المسيح، يا إما بتختار الحياة الأرضية أو بتختار الحياة الأبدية. وعلشان كده كانت مجموعة التجارب اللي الإنسان بيدور عليها أو بيتعرض ليها أو بيضع نفسه فيها هي مجموعة من الاختيارات، وعلى أساس هذه الاختيارات يكون النتائج اللي بنقع فيها. علشان كده كان أول اختيار للإنسان كان إنه يحفظ الوصية. عشان كده كان ربنا لما وضع آدم في جنة، ولكن ربنا جه لآدم وحواء وقال لهم الشجرة التي في وسط الفردوس لا تأكل منها، وهنا كان لابد أن يوضع الإنسان في هذا الاختيار، وهي تعبير عن الحرية. وعلشان كده كتير من الأوقات احنا بننظر لهذه الوصية من خلال الحرية، كيف يستطيع الإنسان أن يعبد الله بحرية إن لم يكن أمامه اختيارات مختلفة. وعلشان كده وضع الله أمام الإنسان هذا الاختيار اللي المفروض أنه هو اختيار، وعلشان يعبر عن حريته وكرامته ومحبته لله بحرية كاملة. لكن الإنسان صحيح اختار اختيار خطأ، وعشان كده جاء في أول اختيار هنا أمام التجربة أمام المسيح أنه قاله ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فهذا الاختيار الذي يوضع أمام الناس هو اختيار عبارة عن العلاقة ما بين الاحتياجات الإنسانية وما بين الاعتماد على الله، ما بين الاتكال على الله، ما بين أنه يختار الله أولا. كثير من الأوقات من ضغط الاحتياجات يفقد الناس هذه العلاقة الإلهية في حياتهم. كثير من الأوقات من أجل احتياجه لبعض الأشياء يتنازل عن مبادئ مسيحية حقيقية، يتنازل الإنسان من أجل الاحتياج عن علاقة روحية، من أجل أنه يؤدي ممارسات روحية عميقة، من أجل بعض الاحتياجات. علشان كده ربنا وشعب بني إسرائيل خارجين من أرض مصر بيعاتبهم على أنه إزاي مش فاهمين، وبيفهمهم أنه أعالك في البرية 40 سنة ونزل لك من السماء وطلع لك مية من الصخر علشان تفهم أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ونفس التجربة يتعرض لها السيد المسيح في التجربة على الجبل، ويحط له هذا الاختيار علشان أنه أخيرا جاع في احتياج للأكل، هل في هذا الاحتياج أنت تحفظ كلمة الله أم لا؟ وعلشان كده حفظ كلمة الله ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وعشان كده كان هذا الاختيار هو اختيار لينا كلنا، إن هل حياتنا كلها مربوطة بكلمة الله؟ هل حياتنا كلها واحتياجاتنا تخضع جميعها لكلمة الله؟ أم هناك في بعض الأوقات نخضع كلمة الله لهذه الاحتياجات، وبالتالي نفقد تنفيذ الوصية الإلهية؟ عشان كده ارتبطت البركة بتنفيذ الوصية، إن صنعت كل هذه يباركك الرب. عشان كده كان لابد من ربط تنفيذ وصية الله من قلب نقي بعلاقة روحية أصيلة في المسيح بالبركة اللي ربنا يبارك بها حياتك. خلي بالك، أول اختيار في حياتك هو كلمة الله، أن تختار كلمة الله.
وفي نفس الوقت لا تخضع كلمة الله لاحتياجاتك الشخصية. الله قادر أن يغير في قلبك هذه الاحتياجات. علشان كده في قصة صيد السمك الكثير كان الاحتياج هو أنه ياخدوا شوية سمك، وقعدوا الليل كله ولم يصطادوا شيء، ولكن المسيح قال لبطرس ادخل إلى العمق، فقال له على كلمتك ألقي الشبكة، فاصطادوا سمك كثير. فهنا يحدث التغيير. إيه التغيير؟ مش أنه اصطاد سمك كثير، اصطاد سمك كثير ده تلبية للاحتياجات. تعالوا نشوف النتيجة، أنه بطرس وكل رفقائه اللي كانوا معاه بعد ما شافوا قد إيه اصطادوا سمك كثير، كان مفروض يفرحوا بالسمك. يعني واحد طلب ربنا اداله منه كتير، فبيطلب شكر وفي نفس الوقت فرحان بيه. أما التغيير الذي حدث داخل بطرس أنه ترك كل شيء وتبعه، وقال للمسيح كده أنه إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. بالتالي هنا التغيير الحقيقي اللي بيحدث في داخل قلوبنا نتيجة تعرضنا لبعض الاحتياجات أننا ندرك أن الله هو معطي كل الخيرات، أن الله هو الذي يسدد كل احتياجاتك. أنه احتفالية العلاقة بالله الذي يبارك حياتك كلها هي احتفالية دائمة واختيار دائم، أن تنفيذ كلمة الله حقيقي وهو يبارك هذه الحياة لأنك تحفظ كلمته. الاختيار الثاني هو فكرة علاقتنا بالله، هي علاقة داخلية أم هي علاقة مظهرية؟ يعني المظاهر اللي بتحوم حوالين الناس في علاقتنا بالله، أنه تجرب الرب إلهك في أنه لما تعمل كذا هيعمل لك كذا. وكتير من الأوقات نضع شروط على ربنا في أنه نتبعك لكن لازم تعمل لنا كذا. وعشان كده كتير من الأوقات يقف كثيرين أمام الله ويربطوا شرط ربنا تحقيق رغباتهم مع شرطهم ما ينفذوه. يعني كثير من الأوقات نخطئ كثيرا حينما نقول لربنا طب نجح لي فلان وانا هدي لك كذا، طب اعمل لي عايز شغلانة وانا هدي لك كذا. هذه شروط علاقتنا بربنا غير مشروطة، لأن محبة الله غير مشروطة، وعلاقتنا بربنا ما فيهاش المساومة، وعلاقتنا بربنا ما فيهاش التجربة. نجرب الرب إلى نثق في الله، نثق في كل ما تمتد إليه أيدينا منها مباركة بالله، نثق في عمله فينا، نثق في محبة الله لنا، نثق في حكمة الله العاملة في حياتنا، ونثق في قدرة الله التي لنا. فعلشان كده كتير من الأوقات لا تضع شرطا في ثقتك في الله، ما تقولش لربنا أنا واثق فيك بس لو عملت لي كذا. هنا الشيطان بيحاول أنه يخلينا نقع في نفس التجربة دي، ياخدنا إلى جناح الهيكل، ربنا هينفذ لك كل حاجة بس ارمي نفسك. طب ارمي نفسك ليه؟ عشان هو بيوصي ملائكته بك. كتير من الأوقات نقع في هذه التجربة، ونقع في اختيارات خاطئة حينما نضع شروطا على الله في تنفيذ احتياجاتنا وطلباتنا. الله يحميك، الله يباركك، الله يحفظك، الله يرعاك، الله يرفعك، الله ينقيك، الله ينير حياتك، كلها بإرادته الصالحة، وليس هناك شرطا منا على الله أن ينفذ هذه الوصايا لأنه هي طبيعته. فطبيعة الله أنه يحبك، طبيعة الله أنه يرعاك، فبالتالي تثق أنت في هذه الرعاية ولا تجرب الرب إلهك. وعشان كده مكتوب أنه لا تجرب الرب إلهك. أما بقى أخيرا لما يوري لك كل ممالك الأرض، كل مباهج هذه الحياة، كل ممالك الأرض، وبنلاقي أنه في هذه الأوقات كثير من الأوقات عينينا تنبهر بالخيالات،
كل مباهج هذا العالم، كل المناظر اللي بنشوفها هي خيالات، خيالات العالم. دخلنا في خيالات العالم كتير من الأوقات. ناس يبصوا على التكنولوجيا الحديثة وتعلمهم طرق جديدة، وكتير من الأوقات هي تكون عبارة عن خيالات غير حقيقية، غير طبيعية في حياتنا الأرضية. علشان كده خلي بالك لا يضع الشيطان في داخل قلبك خيالات غريبة لا يمكن تحقيقها، أو يضع أمامك أيضا أمور تقدر تتنازل عن حياتك الروحية من أجل تحقيقها، وهذه أيضا متع خيالية لا يمكن الاستمرار فيها ولا يمكن الإبقاء عليها في حياتنا. علشان كده أنه حتى لو خدك في خيالات عالية إلى أعلى الجبال وأراك جميع ممالك الأرض، لا تسجد أبدا لهذه الاحتياجات، لا تسجد لهذه الخيالات أبدا، لأنه مكتوب للرب إلهك وحده تسجد. علشان كده خلي بالك لا نخضع أنفسنا أبدا، سواء من جهة الاحتياج أو من جهة الخيالات أو من جهة المظاهر أو من جهة مباهج العالم أو من جهة المتع، أن نضع أبدا حياتنا تحت وطأة الخطية أو تحت وطأة سيطرة أفكار غريبة. كلمة الله صادقة، كلمة الله حية وفعالة، كلمة الله مبهجة، كلمة الله في حياتك هي حياة أبدية. عشان كده خلي بالك، ضع لنفسك ميزان، ضع لنفسك دستور، ضع لنفسك حياة. هذا الدستور اللي بتمشي بيه في حياتك هو كلمة الله. فعشان كده كل ما لا يتفق مع كلمة الله، فكر أن تسيد كلمة الله أولا. لا تسجد أبدا لمباهج العالم، ولا تسجد أبدا لاختيارات إنسانية، ولا تسجد أبدا لاحتياجات إنسانية، ولا تسجد أبدا لعادات مجتمعية، لا تسجد أبدا إلا لله وحده. علشان كده ربنا بيديك هذه الرسالة. اختياراتك إيه؟ هل تختار الله؟ هل تختار الوصية؟ هل تختار البركة؟ هل تختار الحياة الأبدية؟ أم عايز تختار خيالات وتسجد لأفكار وتسجد لاتجاهات مخالفة لكلمة الله؟ ربنا يعطينا أن نختاره، نختاره هو، هو اختيارنا الحقيقي، لأنه هو حياتنا، هو أبديتنا. ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. أمين.